الالتراس امبارح راحوا التمرين، كانوا عايزين يحتفلوا مع اللاعبين ويكملوا احتفالات اللاعبين علشان لما يوصلوا الدور قبل النهائي يكونوا موجودين معاهم خلال الفتره دي. وطبعا ده شيء جميل جدا وحاجه احنا كلنا يعني كنا بنتكلم على ان الالتراس دول خلال الفتره اللي فاتت عاملين شكل جيد. طبعا في بعض الاخطاء، وانا قلت في كتير جدا في هذا المكان وفي ميدان التحليل ان الاخطاء ان الالتراس اخطاوا كتير جدا خلال الفتره اللي فاتت، ولكن كل مره بنقول نعدي الموضوع علشان الامور ترجع لنصابها وكل حاجه ترجع لنصابها. ولكن امبارح الحقيقه جمهور الالتراس راح علشان يحتفل مع لاعبو النادي الاهلي في استاد مختار التتش، ويقولوا لهم ان هم مبسوطين بوصول النادي الاهلي الى المباراه قبل النهائيه. فانا هحكي لحضراتكم الوضع اللي حصل امبارح، لان الكلام ده جالي من كذا حد، يعني لعيبه وشباب من الالتراس كلموني وناس من داخل النادي اتكلموا معايا. ولكن اللي حصل امبارح ان الالتراس راحوا ندهوا على اللاعبين علشان يحيوهم، لاعبين ما راحوش للالتراس علشان هم زعلانين منهم شويه. دي معلوماتي انا بقى الخاصه اللي انا هكلمكم عنه، دي معلوماتي انا الخاصه. لماذا لاعبو النادي الاهلي زعلانين من الالتراس؟ هقول لحضراتكم ليه حالا. لاعبي النادي الاهلي بيسالوني، او يعني ما كنا قاعدين مع بعض ومن او ما قاعدين مع المصادر اللي انا عرفت منها هذا الموضوع، بيقولوا لهم يا جماعه يعني هو احنا الالتراس بيشجع النادي الاهلي مش بيشجع محمد ابو تريكه فقط. الالتراس بيشجع النادي الاهلي، بيشجع كيان النادي الاهلي. اما ما يحدث ان يكون هناك تشجيع لواحد فقط من اللاعبين بغض النظر عن اسمه، لان محمد ابو تريكه سيظل قيمه كبيره جدا، وانا قلت في هذا البرنامج ان محمد ابو تريكه سيظل رمزا من رموز الرياضه المصريه للسنوات القادمه، وربنا يديله الصحه ويديله طول العمر ويحقق مراده ان هو يصل الى كاس العالم مع منتخب بلاده. ولكن النادي الاهلي يا جماعه فيه 23 لعيب او 25 لعيب، انا الكلام ده بوجهه للالتراس. النادي الاهلي فيه 25 لعيب، 25 لعيب يستحقوا الحقيقه ان هم يكونوا ابطال في النادي الاهلي، يستحقوا تشجيع الجماهير. اللعيبه اتضايقت شويه، اللعيبه حست ان جمهور الالتراس بيقف مع ابو تريكه فقط، ما بيقفش مع بقيه اللاعبين. فلما حسوا بهذا الموضوع قالوا طيب يا جماعه بما انكم بتشجعوا يعني ابو تريكه فقط، اعتقد ان يعني خلاص اندهوا على ابو تريكه بس وما تندهوش على بقيه اللاعبين. لان حتى اللي كان بيحصل خلال الفتره اللي فاتت ان من جمهور الالتراس في اي مباراه اللي حضروها مثلا في الجونه كانوا بيندهوا على ابو تريكه لوحده شخصيا، وبعد كده بيندهوا على اللاعبين يقولوا تعالى يا اهلي، ما بيجيبوش اللعيبه واحد واحد زي زمان. يعني انا ايامي لما كنت بلعب في النادي الاهلي كانت الالتراس بيبقوا قاعدين وبيندهوا على لعيب لعيب، اول ما تنزل الملعب يندهوا مثلا على ابو تريكه، على بركات، على اسلام، على شادي، على وائل جمعه، على عماد النحاس. ده اللي كنا وده اللي كان بيخلينا نبقى هنموت نفسنا داخل الملعب. اذا كان جمهور الالتراس يرتبط بابو تريكه فده حق ابو تريكه طبعا، وانا لا انكر هذا الحق، ولكن في نهايه الامر النادي الاهلي في مجموعه من الابطال، مجموعة من اللاعبين الحقيقة اللي بيمثلوا النادي الأهلي خير تمثيل، وفي نفس الوقت اللعيبة دول بيمثلوا مصر يا جماعة خلال الفترة اللي جاية. واللعيبة دول فيهم 13 واحد كانوا في آخر مباراة رسمية لمنتخبنا القومي موجودين داخل النادي الأهلي، من النادي الأهلي مع المنتخب القومي. ال 13 لعيب دول هيمثلوا منتخبنا القومي في أهم مباراة أو في أهم حدث رياضي منذ سنة 1990 وحتى الآن، هيمثلوا منتخبنا القومي إن شاء الله في المباراة الفاصلة أمام غانا. هي دي الحكاية، أنا بحكي لكم الحكاية الحقيقة لأن حسيت أن امبارح أن قد يكون هناك توتر ما بين الألتراس وما بين اللاعبين، ولكن عتاب من لاعبي النادي الأهلي. وعلى فكرة الكلام ده أنا ما عرفتوش من اللعيبة، علشان ما حدش يقول إن أنا عرفته من اللعيبة، الكلام ده أنا عرفته من مصادر خاصة بيا أنا داخل النادي، إن كان عتاب من اللاعبين. يا جماعة إحنا لعيبة في النادي الأهلي
وان ابو تريكه سيظل رمز من رموز الرياضه في مصر مش في النادي الاهلي فقط، يعني كل المصريين بيعتبروا محمد ابو تريكه في الرياضه هو مثل كبير، وكل الناس نفسها ان اولادها تطلع زي ابو تريكه، ده ما فيهوش كلام، لان ابو تريكه الحقيقه واحد من افضل الناس. عنده بعض الاتجاهات السياسيه دي ما لناش علاقه بيها اطلاقا، ولا هتكلم فيها ولا لي علاقه فيها ولا حضراتكم تتكلموا فيها، لان ابو تريكه صاحب بسمه داخل الرياضه في مصر وداخل الملاعب في مصر. اللي حصل في 2006 و2008 و2010 ده مع منتخبنا القومي، فما بالك كمان مع النادي الاهلي في الصفاقسي وفي كثير من المباريات اللي كان ابو تريكه له دور كبير جدا في وصول النادي الاهلي الى منصات التتويج، وايضا وصول منتخبنا القومي الى منصات التتويج. فانا دي رساله عتاب بعملها او ببعتها لجمهور الالتراس، وبقول لهم يا جماعه لازم تحافظوا على الكيان. لو انتوا زي ما انتوا بتتكلموا، يعني مش انا اللي بقول لكم لازم تحافظوا، ولكن زي ما انتوا بتتكلموا دايما بتقولوا ان انتوا عايزين تحافظوا على الكيان وان انتوا بتشجعوا كيان، فالكيان يمثله 25 لاعب، ما بيمثلوش لاعب واحد فقط. ولكن طبعا انا عارف ان حب ابو تريكه ليكوا او انتوا بتحبوا ابو تريكه ده حاجه خاصه بينكوا وبين بعض، ولكن في النهايه يظل كيان النادي الاهلي او كيان النادي الزمالك او كيان النادي الاسماعيلي، زي ما الالتراس بيقول ان هو بيشجع كيان، فالكيان ده بيضم 25 لاعب في كره القدم وجهاز فني و اما في بقيه اللاعبين اما في بقيه الالعاب فممكن بقى نتكلم كتير في هذا الموضوع. انا بس حبيت اوضح لحضراتكم الموضوع ده، لان الموضوع ده كان فيه كلام من امبارح للنهارده من بعد ما حصل، هو حصل بعد ما احنا قفلنا البرنامج كانت الساعه 7 وشويه، فحصل الكلام ده بعد ما نهينا البرنامج، عشان كده ما عرفتش اتكلم مع حضراتكم في الموضوع ده امبارح. لكن النهارده الحقيقه جمعت معلومات كتيره جدا من مصادر كثيره جدا سواء من داخل النادي او من خارج النادي الاهلي، وعرفت ان ده السبب الرئيسي، ولكن ان شاء الله هنعتبر ده سحابه صيف زي ما بيقولوا وتعدي وتمر مرور الكرام، لان النادي الاهلي عنده مباراه هامه جدا امام اورلاندو لتحديد المركز الاول او الثاني في المجموعه، وان شاء الله يكسب النادي الاهلي ويصل الى الدور قبل النهائي كاول مجموعه في كأول مجموعة في الفرق بتاعت المجموعة.